بالنسبه طبعا للتوقع بتاع محمد صلاح وليفاندوفسكي ولوني ميسي من الافضل على مستوى العالم، وجهه نظري الشخصيه في الواقع الحالي بيقول ان محمد صلاح هو الافضل في العالم، ولكن طبعا اعتقد ان هيتم ترضيه ليفاندوفسكي بعد ما حدث في الفرنسا فوتبول واعطاء الجائزه لليونيل ميسي، وده مش تقليل في ليونيل ولا تقليل في ليفا، ليفا من اعظم اللاعبين في الفتره الاخيره، وكمان نفس الموضوع ليونيل ميسي. صلاح اعتقد انه عنده امل كبير جدا، ولكن في النهايه في امور تانية بتحسب في الشركه الراعيه، في الامكانيات المتاحه، في كمان الترضيه، في الاسماء اللي موجوده، كل ده بيقول لي ان الواقع بيقول ان ليفاندوفسكي هيكون افضل لاعب في العالم. صلاح صحيح من وجهه نظرنا، من وجهه نظر كل نقاد العالم، انه الافضل في مركزه في مراكز كتير جدا، تاثير مع ليفربول، معدل تهديف رائع في الدوري الانجليزي، ولكن ده بيقول ان المنافسه مش سهله ما بينه وبين ليفا وبين ليونيل ميسي. توقع خالد بيوم الشخصي او اللي انا حاسه، حاسس ان ليفاندوفسكي هو افضل لاعب في العالم سبيست هذا الموسم. باذن الله ننتظر صلاح في الاستمراريه ويكون هو افضل لاعب 2023. عندنا كاس عالم، وكاس العالم يجب كل شيء، بمعنى اذا صلاح كسب دوري ابطال اوروبا، كسب الدوري الانجليزي، وواحد تاني كسب كاس العالم، اعتقد هو ده اللي هيكون افضل لاعب في العالم. عشان كده الامر هيبقى صعب جدا جدا على صلاح اذا لم يحقق لقب افضل لاعب في العالم هذا الموسم. تحياتي للجميع، خالد بيوم.